نروح بقى للأوائل عشان نقول لهم ألف مبروك ونعرف بقى منهم الرحلة كانت عاملة إزاي في الثانوية العامة. فخلونا نرحب بالثلاثي المتفوق ما شاء الله. برحب بملك عبد الفتاح الأولى على الثانوية العامة شعبة علم علوم ب 402 درجة. ألف مبروك يا ملك. الله يبارك في حضرتك. أهلا بيكي. وكان لسه الزملاء بيقولوا لي قعدت مذيعة يعني فهنرجع نشوف ايه القصه دي. طيب كمان يا ملك اسمحي لي ارحب بزملائك وزميلاتك. برحب بزينب اكرم حسن الاولى على الثانويه العامه للشعبه الادبيه 387 درجه. يا زينب الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ما شاء الله عليكي، الف مبروك التفوق، وحلو الورد اللي جنبك ما شاء الله. طيب نروح كمان نبارك لصديقنا عمر مختار سليم الأول على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة. يا عمر ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. الله يخليك يا عمر، ألف مبروك يا حبيبي. أبدأ مع ملك. علم علوم 402 درجة. فواضح يا ملك إن السنة ما كانتش سهلة، ولكن خليني الأول أسألك، هل كنت تتوقعي انك تكون الاولى على الثانويه العامه طبعا في التخصص بتاعك او في شعبتك؟ لا، هو الصراحه انا ما كنتش حاطه احتمال خالص سواء الاوائل او الاولى، يعني حتى خالص؟ لما ماما كانت بتقول لي اوائل وكده كنت بقولها لا خالص. يعني يعني مثلا كان يعني على المدرسه كده، على المديريه، على المحافظه ممكن؟ والله على حسب اللي انا حليته في الامتحانات، يعني مش كل الامتحانات كنت حاسه ان انا حليت كويس، فكنت بدعي ربنا ان شاء الله اللي هو يديني مجموعه ادخل بيه الكليه اللي انا عايزاها، لكن ما كنتش حاطه احتمال اوائل الجمهوريه خالص الصراحه. خالص. طب كل واحد فينا ويعني احنا خالص. معلش احنا الثانويه العامه بتاعتنا قديمه حبتين، فكل واحد فينا لما كان في الثانويه العامه بيبقى حاطط لنفسه كده ايه مجموع، بيقول انا تقريبا من كام لكام، من كذا لكذا. انت كنت حاطه لنفسك كام في الميه؟ هو الفكره بس ان امتحاناتنا ملهاش نموذج اجابه، فانا كنت بطلع فما كنتش عارفه انا كده حليت كويس ولا وحش. عدد الاسئله اللي انا غلطانه فيها فدي كانت حاجه مبهمه بالنسبه لي. فانا كنت بسلم الموضوع لربنا بقى وان شاء الله يجيب حاجه كويسه يعني. وربنا اداكي من واسع اهو يا ستي الاولى يعني. الله يخليك. الحمد لله. واحساسك ايه بقى لما عرفتي انك اولى على الجمهوريه؟ انا لحد اليوم خلص وانا لسه ما صدقتش. لسه مش مصدقه برضه. لا لسه الموضوع كبير ان انا استوعبه بسرعه كده. مش عارف. طب زينب، هل يا زينب انت مصدقه برضه انك الاولى على الجمهوريه، ولا زي مالك لسه مش مصدقه لغايه دلوقتي؟ لا الحقيقه لا، لسه ما استوعبتش الموضوع بشكل كامل. الحكايه دي وكلكم مش مصدقين ولا ايه؟ يا عمر انت مصدق انك الاول على الجمهوريه برضه ولا لا يا عمر؟ هرجع لك يا زينب. يعني مصدق يعني. انت الوحيد اللي مصدق. يا عمر رحت فين؟ عام حضرتك. انت مصدق يا عمر انك انت فعلا يعني الاول على الجمهوريه؟ الحمد لله. كنت متوقع انك هتبقى الاول على الجمهوريه؟ ربنا يعني. لا عشان هو صعب يعني، كل الزملاء زمايلي يعني كانوا كويسين يعني. فانت ما كنتش برضه متوقع الاول على الجمهوريه؟ فانا كنتش. طيب. متوقع الاول. لا خليني انت كلك ثقه ما شاء الله عليك، فانا بحتاج بس اشوف بس زينب يعني برضه اعرف برضه منها فكره ما كانتش متوقعه. ولكن يا زينب هل كان في مثلا برضو يعني كان في مثلا تقولي انا مثلا ممكن اكون مثلا الاولى على المحافظه مثلا يعني، ولا كنت بعيده خالص عن فكره انك تحققي مركز اول لا محافظه ولا جمهوريه؟ لا هو كنت متاكده ان انا ممكن اطلع من الاوائل على المحافظه على المدرسه يعني في الفيوم، انما على الجمهوريه لا الحقيقه ما توقعتهاش. كانت بعيده شويه. كنت متفوقة قبل كده في سنوات دراسية سابقة في الإعدادية مثلا؟ كنت واخدة ترتيب؟ كنت ببقى من الأوائل على المدرسة، بس مش بنفس تفوق السنة دي. من الأوائل على المدرسة. طيب عمر، هل برضو أنت يا عمر كنت من الأوائل على 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 مدرستك أو على الإدارة التعليمية مثلا في الإعدادية مثلا؟
انا كنت تقريبا العاشر في ثالثه اعدادي. العاشر على على المحافظه ولا على المدرسه ولا ايه؟ المحافظه. العاشر على المحافظه. معلش انا فكرني عمر، انت من القاهره مش كده؟ لا من المنوفية. من المنوفية. احنا كده معانا اتنين منوفية، يعني انت وزينب منوفية، انت اسف وملك، اتنين اوائل من المنوفية طالعين معانا. عمر انا من سرسلة يعني. انت من سرسل ليان مظبوط. قول لي قول لي قول لي قول لي يا عمر، الصعوبات اللي واجهتك السنه دي كانت ايه؟ ايه اكتر حاجه واجهتك، اكتر صعوبه؟ تنظيم الوقت، عشان بيبقى عندنا حاجات كتير في المدرسة، وبيبقى عندنا حاجات يعني بتخلي تنظيم الوقت أصعب. يعني مثلا احنا ملتزمين بمواعيد الطابور مثلا الصبح، ومواعيد السيشنات نفسها، ومواعيد الغداء، ومواعيد العشاء، فده غير كده مواعيد الكابستون مثلا، عندنا أوقات لازم نسلم فيها حاجات معينة، غير مواعيد الجورنال مثلا اللي هو ده زي امتحان صغير كده كل أسبوعين عشان يشوف احنا واقفين يعني فين في الكابستون. انت في مدرسه، انت في ستيم طبعا، فستيم ليها نظام تعليمي مختلف شويه صح كده؟ صح. طيب اروح احنا عندنا لملك. الكابستون. اتفضل اتفضل يا حبيبي، كنت بتقول ايه؟ احنا عندنا الكابستون هو مختلف عشان عليه 20% من درجتنا يعني. عظيم. طيب ملك، بالنسبه لك كان اكبر تحدي كان ايه؟ هو الفكرة أنا ما كنت شايفة أن الضغط النفسي أو أن أنا أحاول أهدي نفسي كان أهم بالنسبة لي من أن أنا أتكى على المذاكرة يعني، وخصوصا فترة شهر الامتحانات كنت بحاول أن أنا أتكى أن أنا أهدي نفسي وأن أنا أحاول أن تكون أكون مستقرة يعني، عشان بحب مش عايزة أتوتر في الامتحان وأضيع حاجة أنا كنت عارفاها. مين كان فكنت بيضغط مركزة عليكي على دي أكتر نفسيا، طول أو السنة، إيه كان بيضغط عليكي وخصوصا نفسيا؟ أنا كنت بضغط على نفسي. مش الأسرة. لا لا خالص. وكنت بتتحرري من ده ازاي؟ وانا كنت في يعني كنت دايما بحس ان انا مقصره فبحاول ازود اكتر، بس في اوقات كنت بحس ان انا زودت يعني ضغطت على نفسي زياده، ضغطت على نفسي في نفسيا زياده، فكنت بحاول طبعا اهدي نفسي. الموضوع مش صعب عليا لوحدي، الموضوع صعب علينا كلنا، وشايفه برضو زمايلي في ضغوطات برضو زي ما انا مضغوطه عادي، فانا كنت سلمت امر او الموضوع لربنا كله يعني، انا هعمل اللي عليا وان شاء الله ربنا هيجيبه كويس، فانا الحمد لله يعني ربنا جابه كويس قوي. طيب كنت بتذاكري كام ساعه من اول الدراسه، يعني من اول مدرسه بدات في شهر 9 اللي فات لغايه الامتحانات ما خلصت؟ لا وانا كنت يعني بدأها بالتدريج، ما كنتش بضغط على نفسي قوي في الاول، وبعدين بقى شويه بشويه عم ندخل في المنهج اكتر ونتعود على طريقه المذاكره اكتر ونشوف احنا الوقت اللي انا بظبط نفسي فيه اكتر وكده، كنت واخداها بالتدريج طول السنه. بعدين انا يعني كنت بدأتي بقى بظبط مثلا وقتي، ما كنتش بساعه عامله عدد ساعتين معين، مثلا عدد ساعات معين. بدأتي بساعه ساعتين؟ لا انا ما كنتش حاطه عدد معين للساعات يعني، انا كنت تمام. بشوف بس ايه اللي ما اكون المفروض اخلصه النهارده وايه اللي المفروض اخلصه بكره، وكنت بقول ان انا مش هنام غير لما اخلص ده، اليوم بيوم ما كنتش حاطه عدد معين يعني. كويس. ووصلتي لغايه بقى كام ساعه مذاكره في اليوم فتره ما قبل الامتحانات والامتحانات؟ لا انا ما حاولتش احسبها قوي يعني، خصوصا فتره الامتحانات ديت يعني ما ذاكرتش فيها قد اللي انا ذاكرته طول السنه، كنت دايما مركزه ان انا اهدي نفسي وان انا اراجع الحاجات اللي ناقصاني بس او احل بس يعني، كويس. ما ضغطتش على نفسي قوي فتره الامتحانات.